بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم مع حضراتكم النهارده ان شاء الله تعالى في 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 فيديو قانوني وموضوع قانوني اخر هام لناس كتير. انا واحد من الناس كنت اجهله لغايه وقت قريب، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا طول عمرنا نسمع ونعرف ان احكام محكمه النقض هي احكام نهائيه وباته، لا يجوز الطعن فيها باي شكل من الاشكال. يعني لو حكم نقض صدر في طعن بالرفض مثلا، خلاص لا يجوز الطعن في حكم النقض لانه طريق غير عادي من طرق الطعن، وان محكمه النقض هي اعلى محكمه، لا يجوز الطعن في احكامها. ولكن في الفيديو ده انا عرفت اوصل او قدرت اوصل لمعلومه، شفت احد الزملاء كان مشير معلومه على الفيسبوك وفضلت عجبتني، فضلت اشتغل وراها لغايه لما جبت صوره من الحكم من امام محكمه النقض. المعلومه القانونيه ايه اللي احنا عاملينها في الفيديو ده، اللي هي زي ما قلت لحضراتكم بتغفل على ناس كتير برغم ان هي هامه جدا وجوهريه لابعد مدى، اللي هي ايه؟ اللي هي ان يجوز الطعن في احكام محكمه النقض، وده الجديد اللي احنا هنقدمه النهارده، وده الجديد اللي احنا هنضيفه النهارده في الفيديو ده حصري مع حضراتكم من خلال الصفحه الخاصه بي على الفيسبوك اسال استشير. بنقول ان يجوز الطعن على حكم محكمه النقض، وده مش كلام مجرد ان احنا بنقوله على الميديا وعلى الفيسبوك، لا ده كلام موجب حكم. انا معايا صوره منه اهو، صوره من الحكم، وده حكم هيئه عليا. احنا عارفين ان محكمه النقض ليها هيئتين، هيئه عامه للمواد المدنيه وهيئه عامه للمواد الجنائيه. الحكم ده طالع من الهيئه العامه للمواد الجنائيه، والهيئه العامه لغت حكم النقض، وده المعلومه اللي كانت بالنسبه لي من كام شهر جديده خالص ان حكم النقض يتلغي. الحقيقه ان الهيئه العامه للمواد الجنائيه لمحكمه النقض لغت حكم محكمه النقض، الهيئه العامه لغت حكم محكمه النقض نفسه. ده الجديد بقى اللي احنا هنقوله لحضراتكم النهارده بالمستندات وبالحكم الصادر من الهيئه العامه. طيب الاجراءات ايه؟ يعني الحكم اللي طالع ده اللي احنا هنتكلم فيه مع حضراتكم ده حكم طالع من امام محكمه النقض برفض طعن بالنقض. حكم كان صادر من امام محكمه الجنح المستأنفه بالحبس، وتم الطعن فيه بالنقض، ومحكمه النقض ايدت الحكم الصادر المطعون فيه بالحبس شهرين. فجد الهيئه العليا او الهيئه العامه للمواد الجنائيه لمحكمه النقض لغت حكم محكمه النقض نفسه، والهيئه العامه قالت ان حكم محكمه النقض خالف المستقر عليه من مبادئ عامه لمحكمه النقض. يعني دايره محكمه النقض دي خلفت مبدا من المبادئ المستقر عليها لدى محكمه النقض، عشان كده الهيئه العامه للمواد الجنائيه لغت الحكم. يبقى اذا الجديد اللي احنا هنضيفه ان يجوز باجراءات استثنائيه وبطريق استثنائي الطعن في احكام محكمه النقض. طب الاجراء ايه او المسلك ايه؟ المسلك حدده قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض وتعديلاته. طلب بيقدم لمعالي المستشار النائب العام، والشرط ان اللي يرفع الطلب يعني لا يجوز للخصوم، القاعده بقى لا يجوز للخصوم ان هم يقدموا طلب مباشره للهيئه العامه للمواد الجنائيه او المواد المدنيه على حسب موضوع الطلب. لا يجوز للخصوم، لا يجوز للاشخاص، انما مين المنوط بيه قانونا ان هو يقدم الطلب ده؟ المنوط بيه قانونا يقدم الطلب ده لمحكمه للهيئه العامه النائب العام فقط. وده حصل فعلا في الحكم ده اللي احنا مع حضراتكم بصدده الان في الفيديو ده. السيد المستشار النائب العام
بعد ما تقدم له طلب بحث الطلب لقى ان في لي وجه قانوني ومبرر قانوني، وبالفعل قام برفع هذا الطلب مشفوعا بمذكرة، مشفوعا بمذكرة، وهذه المذكرة موقع عليها من محامي عام، من محامي عام للهيئة العامة للمواد الجنائية، وقيد الطلب آنذاك برقم 4 لسنة 2010 هيئة عامة. وبالفعل الهيئة العامة تصدت لهذا الطلب وهذه المذكرة من النائب العام، وقامت بإلغاء حكم محكمة النقض، وقالت كده الهيئة العامة، قالت كده صراحة في الحكم، قالت إن محكمة النقض خالفت مبدأ من المبادئ المستقرة لدى محكمة النقض، وقامت بإلغاء الحكم الصادر من دائرة محكمة النقض. ده الجديد اللي احنا ممكن نشتغل عليه. احيانا تكون احكام زي الحكم ده اللي احنا بصدده الان وبصدده الحديث الان في هذا الفيديو، معلومة تغيب عن الكثير وانا اولكم، معلومة يجهلها الكثير لكنها في غاية الخطورة، في غاية الأهمية لما يمثله حكم النقض. احيانا النهاردة بيقفل الباب امام اشياء كثيرة، بيقفل الباب امام كافة الإزعاج ما بين الأطراف وما بين الخصوم، خاصة لما يكون حكم جنائي مهدد بحبس الأشخاص. ففي عندنا طريق استثنائي آخر ألا وهو الهيئة العامة، وده بحالات معينة وإجراءات معينة وبطلب من المستشار النائب العام وبإجراءات أيضا معينة ومواعيد حددها القانون للمستشار النائب العام يقدم فيها الطلب للهيئة العامة، والهيئة العامة بتنظرها في أوقات حددها القانون. عشان أكون للمصداقية، الحكم صادر محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية، الحكم صادر بجلسة 19/3/2012، والطلب رقم 4 سنة 2010 طلبات عرض هيئة عامة. اللي عايز يجيب صورة من الحكم أنا تشرفت وجبته، والحكم جميل جدا ممكن نستفيد به في حياتنا القانونية في طعون مهمة جدا جدا جدا. أتمنى أكون أوجزت وأنجزت لحضراتكم. شكرا.